ذكرتم فضيلة الشيخ الوصية للأقربين كما ورد في القرآن، وهناك حديث ينفي بأنه لا وصية لوارث، فما هو الفرق بين ما ورد في ما ذكرتم وما ورد في الحديث؟ أنا قلت أن الآية منسوخة، لكن السائل يمكن ما سمع. الآية منسوخة، الوارث ليس له وصية، يكفيه ميراثه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالآية منسوخة. أو هي في الأقارب غير الوارثين، في الأقارب غير الوارثين. نعم.